السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا يم القهالة نطاونا إيساي كسو دواد برنامج كيني نقايسيقا ورركا برنامج كينا دور كان أياه وحان كسو قادن دونا يي حسكا إيو فلسطن سياها لوغو تلق لي ستيديو تبنك مي أو كوبيغان تطبيع لباتن قردي كسو بريغة تي كولكي لقول واقعي قوني إسكتاك سومالي لان أمور تاس وحايلة قرفين أياه عبد الله جامع عثمان وعبد الله جيلجريلو يقانو او كميدها وزيردي هوري غارهان وزاردي ورفافينتا مرارك غار يو وزاردي كالوميسيغا وحاو كميدي هاي دادكان الارقرات كاه سومالي لان وحانو كنو لي هاي مقالة دا حرقيساء عبد الله كسرو برنامجك والله سنتي محمد هذه دواضياشا تي في التي ستار تي في هذا ما سنتي عبد الله سيدا اينو كور قبنو وحافود اينو سو هيا تدبي لباتن غوردي كسو وريغتي غوني سكوتاغا سومالي لان ستيديو تبانكا بيشا مي وايدي دمبا اولدن وحايا هيد مالين لحصو او دولكا اي ددكا سومالي لان كنول يهين غوداي يديبت با ان لغا وينييو سيابها لحصو مالينتا بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا السلام يا ادي داوود يا شباب يا تيم كاغن فرسمدا انو شقينيه وها كلون سلام او غودبيليا دمان صحفيين ريال سومالي لاند يدو ما تا مالتي عالم حريه الصحافه وهذه هي شغله ولكن تير قرنك او باهي هي او تيرر كو تيرسي كميداباتين مسؤوليتنا وي صارت هاي الله يدكو غرغار يدكنا وان السلام يا دمان طلبات وارو تاسال شيكتي ستدي تو كمي ومالتي اين كو استيني لا سو نوقشدا حريتي اينو هلي 26 جون 1906 هل جن دير دبدي او دمشو اي بربر اي بابا اباله دبدي ومالتي اينو ودا فريسناي ددكينو كنول reer Soomaaliland wadankan jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu go'aansanay si rasmi ah inaynu ka baxno midnimadii aynu la galay Soomaaliya dalka la yiraahdo aynu jaarkanahay oo aynu gooni u goosanay la soo noqonay wixii aynu ku darsanay markii hore markaas sidaas ayay u tahay maalin muhiim ah oo xuskeeda mudan siyaasi dawladaheena ama xukuumadaheena kala dambeeyayna ay u qadriyaan waa run marar hore wax jirtay wax jira wax la yiraahdo kala horaysiin ama ahamiyad ama awlawiyad ama sidii danuhu kala horreeyaan oo dadacmeed sidoo kale sareeyaan bolo kala guraayo marar badan aan suurageli jirin ba jiray inaynu maqaamkii leedahay siino oo aynu aad ugu dabaaldegno sababtoo ah waxaan soo maray de burbur iyo baba aan ka soo kabanayni nabadgelyooyinka laga shaqeynaya jiray dadka oo taagulayteeda jirtay hase yeeshee muddooyinkii uu ka dambeeyay maynaan gafin inaynu weynayno maalinta oo aynu muujino ahmeedii leedahay qaranka halkay uga taagan tahay inaynu muujino cududeena farxadeena nabadeena horumarkeena intaynu meel soo keenno aynu muujino maalinta maynaan yareysan tiibaan aynu imi kara isoo dhow insha Allah 18 May iyo 26 June labada dhararood ba waa laba dhararood oo taagan maalmo gudaha oo xurriyada ama halal soo noqda ama cid markaa kale oo ajnabi oo gacanta ku haysay laga qaatay sida loo weyneeyo 18 May looma maamuuso ama looma mane looma mooneeyo 26 June sidaad u aragtaa arrintan arinta sorta arin dad badan ay su'aal iska weydiin karaan weeyii laakiin caalamku wadamada ka jira qaar waxay leeyihiin maalin qaar laba maalmood qaar maalmo badan qaar maba leh sida ingiriiska oo kale qaar waxay ku xusan maalintooda qof qaar diin qaar xurriyad qaar halgan
يعني وين بديه مع المحص اللحظة اللحظة النجورة ساعة الشيء اللي بضع مع بين إيش داري مدوات إنه إنجليز أي ندت كنا سومال لاندي كني كوا دقاضني من نوا من عيال كي أي إنه سكير خدني إنه قبل مني قبل مني أي إنه خطورني أي إنه كسو صارني وأنا إنه خلا حول بدناين وإنه خلا خرش بدناين وإنه خلا بربر بدناين وحين كوسكريين يصير إنه وحين السببين لبضع أربعة لبضع والله الجبوا والله التوا والله تعلم والله كفاحي لكن وينو خلا قال السنين مركل لعجو حق الضدك ينفط يدوية ده ضد يمال وحين جاب أبو لوكا وح مركا لجوستة كرنهان إن ما نتن أو تاريخ يدوي وضد كي مكان الله وبدين هاي ضد كعر دليرة مالين أي ضد كبديديش أي دريم كراني اللي وحكلي وضد كون الله أمد وضد كون الله مالين تاريخ على إسكاله مدن عن 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 شيئين له لكن ما نقول إيشو إلا يريت كلام عليه دم هل كأولي هذا البكت يعني أنا وحن قبا إلا بدو بالوينية أيان أنا وش شخصيا قبا مركي إنه سامح الظروف تيو دقالة يتو وقت بقى إن هل كان يمكن أي شو تو كرر هذا تكرم أيان هنا قبانا تذكر قار وحاي كده هذا ليه يلا بعدين كشوم وحاي مريسا تذكر سومالي لانو لكن سيدي يتبان كمين تذكر كمورة مريسا حتی آدم کتاب کار و حیوانیان این چیدر گاری، اما قبول گاری، اما داد گاری، ای یه دن استدیت من کمی، ای کوتاهن تهی، آو قلیه کرده یه گله خیلی تنگش رو کوتاهن، آن رو حقوره، و این او دستی میاد، تاسع داره. أرتا وحيد دوره وحصل كلك سابسون قفلي وشلي ودن هاي وحواد وترسا أنا ودك كسور شيء دبي وأنا سور دبي وحيد لسكو راعي وأنا أكسر مبانا دتك سكو راعم بقى وأنا جبود مركب قف كتاعك دود يا إنه حما وضوء ما وشلي تاني راعي وتاوي لي وما أركي وحنا أركي قف سنا وراك دوري يلا أن هالك هالك كلا سوني ما waxaan si aan ugu qaba oo deemo lagu yaba marka laba fikraddu inay mid dhasho oo isugu guurana wax suura gali ka labadaba inaga leh mar hadaan xuduudeena ka baxsanayn wa alxamdulillahi rabbil alamin tin weeliin laba markii ka horeysay intaan maalinta la qabanayay runtii waxa haboonayd in meel isugu geeyo laakiin saan sheegay duruufaha ay ka dhalatay waxay tilmaamayaan ee maalin lagu farxo tan inay noqoto iyana cusub oo amaantii dadkeenii wada socday ee wadanka wada lahaa ee xurriyadoodii la tagay Soomaaliya ee ay ka kala daadatay ee kala qarsoomay ee kala lumay inaynu dib isu helno oo aynu haddana isku farxnayn isku soo boodno maalintaas maalin qiimo yar ma aanu dib isu soo helno maalin qiimo yar ma مركانو حق باين إن لبده بالوينيو لكن أن لورد يجين دودا لبده ما موضها هاتة أنا نقوم بعليو بل حي بل خوني يقبل يي أنا استدار نقوم أنا نقول إلى حبوني واتحي هاتن فودي نقصو هاي سا توتو بيير باتين غوردي استديت من كمي كتي دوان حكومة سومالي لان أي قبل قبضة أنت أسرتي وحاي دوان كباقين إن لا صور هرو أما هري لا صور هرو أما هري لا صور ريحو إن حسكي ستيديو طبعاً كمالين تأكل أتنى أو لقد يكو شنيا طبعاً كمي أنت هسي دوت بدن بيدا ليس هذا قبل هان سبارة
وان مغلي حالة وان مغلي مرة كل واقعي ما دحبينه كهيك وجودي الدوبيا مرة جوه رئيسا عدول أو حيل النهايسا أما حول النهايسا وين قدرينا وين سلامنا وحن لي ومهتدي من مدحويني إلا غف شارع النوح على الصبحي ما هبين كي مرة نسحنه أنت أقول حيس حيل النهايسا غرا وحن لي قدري ما نجم بدنتين وانا نريدين مهما غين أنا أنت مرة نقطة شنيت ما كمل وحن لي وغلط ما أنت وحلود بلدك يا وما أنت إيه وحلا موجين يا ما هاد بلدك ما أنت شنو دوا ما أنت ونا ما أنت كرمه كم أنا هن كرتيد ما أنت دبلدك جس هذه أي ظروف عرقلاتين يا ترى إسكدين تيزة إلا أي يرين تيز أنت أول حيسة دوا دين عاد جوري شو تلكت لكن ما أنت ما أنت كلا جوري كه أنا إلى ما حبورا واضح سعد مر كانوا شيء واضح كديدا يوم مدحونا كفجين كبوحاي تلماما يعني إن ظروف كلفة يعني لو بيك ماي أما مالين تستيد يتبنك مي أي كوبيك أن تاي بشي براكيس نايد إيه خبادان إيه مالين شماعة تاسي يو عسك دمي كدوري يعني معقول راح يتمركا إن أي ظروف تاي تاسي تفتكيد هدي دينا مسلم لماذا لقيه يديد يا هدي لقي حقك خلي دوني دبا لا بدو بدي تاريخته وحي هبونا لسما يسني رمضان اللو مدينين صون اللو مدينين مسلمين تي أورا ده رمضان ما بيد قال بيد ده قال كي بدر ما هو رمضان لا إنه رمضان ما بيد ده قال بيد وده قال حريني أكتوبر دقال كي أكتوبر يهود لقيت قصدة سيناء دي أكتوبر رمضان بوها رمضان ده هرتو حلو مدة أيو محسد على إسكت ده يعني ودي دي تل حوشي وشبادية كلام الله قبصن لها شبادية ده كلام الله قبصن لها وأما وضنيا أما سكلا ده شقي كلا هدي لقيت مار ما يو لومدي وايدي لو مدى أيوة أنا مثلاً صدّان قبو مركّب واحد قبى سكّل أو رباطانته أو قلنته دبلدي قال كيو سكّها وين نوع قلو ده دبلدي إنه كمخس بن نوعيه دبلدي قوي بدي نوعيه حس قوي بدي نوعيه فرحة موجته يسيماتي قوي بدي نوعيه هذا حكوا أستيكر تو سيد الله دبلدي قوي بدي مركا سير رمضان هي عبادة يوحور لهم مناسب قوة أي قبائل نسمين كرلا وحن قبائل إن 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 لكن عبد الله ما لغيا مركا أين نوس يا بها لوح سيشري ستيف قلت من كلمة إل عادي ستي هاي بخام بخاي يو ميوزك لا توما يو حفظوا وينو لقوم داني شو لي سوي ما دو لقى عيارة يو إن فرالك نوع عاصة فنتي مكرنا على جاي قلت معسي يو عن شو مكرنا نكتو إلا قلا على رأيو معلومها بركة سنة بودي بشار بدن يو حلاص أدي أرسل لهم حلاص مين لها حتى هل تشوشيرة هل تشوشيرة وين أنت مالك على الأرض واضح وحلا سمين كرا سيابك كرا وافقسن دور كده مثل عبارة إنه ورعي وحن لو إنه سواحن سوينا نحس إيدي ميو إنه قرا إنه دتك طبعا ليسن صدقه وما ما ده باهو لسسيني وحن سوينا كنا لحد قبل دقيمة ده ما تحتوي كده ما تحتوي ده جودة قرقة جريها مرة حرمها برا سابضة أنت بقى فروين أيال المسلمين كرا ديجان الناس إلا حتى تقولون كديسية تشوجا ما دموي كهرب ديسية تشوجا ما قد قد ما يش دقيمة دو وح ومضى الحصوصية اللي معناته تاي ينقرن بعيار يو دقب قب يو وح خلاص وح لوقا بغضبه
وحصوصية يسوع مهدان أو يسوع هلوبان أو أي معنتي كده وانت هاي معنتي كهريسي يتكدم بيسا أي معنتن تهاي تي لهاي نقول قلادي إن الحرية دي ندبهلو أي دل لو بهي أو دل يسوع مهدان سبب الله يسوع كمان محمد معصيون دل فرط خلاصوا لي معصية ده رمضان تيجي رمضان الآن تبين ينسكي شو شنوه ini taakada dalo diinta ina faraysa dadnimada ina faraysa qaranimada ina faraysa distoorka ina farayay dad wax maasiya wax ka qaban laakiin taa abdullahi sidee miyuu bixay ee qurbaha iyo gudaha 18 ka may waxa la sameeyaa waa uu heesaha iyo xafladaha qotmadaha iyo heesaha ka qayb ee sidee ka ayuu oo raka وين تشوفين خلاص قابلوا حسنا ما شفتوا وين أبا وين اللي كده كل مرة والله هو يكون بيجي بس بروح حابون لكن أنا ما أنت ما أنت دم ما أنت خبح إنك حديث سنة كله لا شيء تمام خلاص صور رون رمضان الحين كود دم ببرتك كود يكون عايز مارك يصدق ده مي لقطة 2018 ككلنا دوري لا تنك أبريل لقطة برتك يديك ويكسو يجو عن ما أنا لو عرر رابع شيء أو لوكا بضاعني شيء أي ده ما نسي محمد خالي يلي وحي معلومة خالي يلي دوري ده مخالي يلي walla wada soo socda leeyay doon hadii ilaahay nagu sibo deey ma kana halayeyo oo yaa maalinta laga guuray lama taawan ku xasbana roobada may dhexdeeda gelin waa tahay dadka qaar kale waxa ay tilmaamaan in steady tuba kamay xuskil iyo qare oo kamid yahay waxyaabaha jirtaanka Soomaaliya lagu weeyay ee xitaaab qare oo baro wadamada jiraan qare oo baro waxa loo reeyay 15 ka وقالوا لك أنا أقول 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 لك أنا in lagu beego waa wax ma aragtay aan habooneyn laga yaabo inaan laga fikirin xaq farsamo noqoto ay laga yaabo laakiin dawa lagu doodi karaa maalinta aynu dadka ismuujinayno inay qoladaasina wax isugu mashquuliyaan ayana wadaan laakiin wax weyn oo la fajabayadu wax weyn oo la fajabay lamaha waxa aniga igu daran in maalintii laga guuro gabigeedaba oo maalintii la yiraahdo maalin kale loo dabaaldegayaa loo amaahday taas ay leeyahay ilaa aniga ila qaldan imika waa lagu dhamaaday oo 15 ka ayaa inta ay ognahay la sameynaya maxaad ku tarin lahayd oo aayad qur'aan ma aha 15 ka iyo riixidda iyo wuxuu ma jiraan suurtagal in amuuta dib looga la hadlo maxay ahayd todiyeen gudiyada loo magacaabay oo markaa la loo daayo maalintiina iyadoo wax laga bedelayo sida aad sheegayso oo kale qaabkii wax loo xusi jiray loo waafajiyo ramadaanta iyo khayraadka waa run horta dadka hawshan inoo soo gaaray waa madaxdiin madaxduna go'aan dee way marna way asiibi kartaa marna way gefi kartaa marna way gefi kartaa dadkooda inay dhegaystaan
waxay madaxda u yihiin oo bididood iyaga aban jeen noo yimaadeen dayidina doorta ahaydii shaqayn marka inay dhageysan waayaan de meesha kuma jirto aanidii shaqeeyo haddana ku dhageysan maayo de meesha maynaan siinine waxay iyaga bidood yiribana doorta baarlamaan hadday tahay madaxweyne tii ku xigeentay xafiisyada waaweyn oo dhan iyagaaba dhayidina doorta mar hasaanu ku nidhi waayo aan idin dooraneen oo shaqeeyo haddana idin dhageysan maynadayna aqbal mays hadday ku qancaan inay danti oo dad badan ina de wixii doonayaan dantina ay saa ku jirto de ha ka noqdaan oo hadday ra'yigii ku qancaan ama marka hore ay ka qarsoonayd waxaan dee ka rajaynayaa oo in ka codsanaynaa sharaf bay nagu leeyihiin inaynu si wanaagsan ula hadallaa bay nagu leeyihiin ixtiraam bay naga mudayiin waa madaxdeennii karaamay leeyihiin dee inaynu nahno arrinta halkaas way ka yara ee ku noqda hadday dee saa u arkaan inaynu waxaanu ka codsanaynaa inay ka noqda ilaa yagu baa yidhi tan baa gaadhay intay hadaladii u fadhiistaan ayidhaha waryaadhee wixii aynu dee markaa taas way inayra seegtee ceeb ma haddee markaanu aragnay baahida maaragtay dadka codsigoodii waxaanu saasaanu yaalla ceebi kuma jirtadii marka anugu waxaan qabaa inay taa ku socdaano shaksiyan waxaan qabaa inay ka noqdaano ay dhiigkii nagu celiyaan si kale hau sameeyaan haddii kale layskaba doorkan laydhaa rabadaabaaba ku beegatee ceeb maahe ku beegantee dirdhan oo allaw naxariisaba oo maalintuu dhintay isaguna aynu u ducaynay aynu faataxaynay madaxweyneheen maxaad u raanicgaa waa maalintuu geeriyada ilahay u naxariisto jannadii ha ka waraabay isagii iyo madaxweyneyaashii kale iyo ummadda islaamkaba muddo aanu qaban baaba jirtayba dheerayd madaxweyne daha riyaale muddo aanu qaban baaba jirtay demaynaan dhimanin laakiin waynu ku gefnay un maalinta ima kale waxba noqon mayna haddii inaan qabanin laakiin yaan maalinta la rag taasaa ka daran wax walba in maalinta meel kale loo raro la arbushmo oy taariikhda gasho 15 mey baa la dabaaldego bugaagta gasho ayaa oo jaraa'idka ku soo baxdo oo qof uu helo waxa la dabaaldegayay 15 mey 20 sannadood koobi jariyadaa 30 sannadood kadib yidhaa maxaa 15 kana la dabaaldegayay lab ayaaba ka daranba mara waxaa leeyaha laga noqdaan wanaagsan loo qabanayo waxaad u aragtaa ka sameynayo afro wadareedka iyo wixii kale fikrad wanaagsan ee aan diintana waxba yeelin rabaantana waxba yeelin in madaxtooyada waa habeenkiiba kulliba la isugu iman jiro dadku ay casho iyo entertainment u iman jireen imankana cibaado afur isa salaan madaxweynaho la salaamayo madaxda kale qaranka imanaysa la sheeko la sheekaysto wixii wanaaga la ysfaro culimada laga siiyo stageka inay waxay noo haboon ay halkii fanaaniintu ay badsan jireen culimada la siiyo inay wax wanaagsan noo sheegaan oo diinta ku saabsan iyo dunideennaba walaa dadka la walaaleeyo wufuud la kala diro oo gobol walba madaxda ay sida caadiga ahay tagto saasi leeg samayso dee tala ma yare waxuunbaa la yeeli karaa laakiin maalinta ayaa la rarin dibadda horta marka horeba dee waa jaaliyado yaryar oo halka ugu badan waa ingiriiska iyo meelo la mida oo waad ogtay waa 100,000 oo qof iyo wax la mida marka waana waddan aanay lahayn bay joogeen way shaqeeyaan waa waddan fasaxiisu xitaa ka muslimka aanu ku beegnayne jimcuhu maalin kale iskaga dhaco oo aan fasaxayn marka hadday iyagu maalinta ay haleelayaan waddankuna fasax yahay duruufuna u saamaxayaan iyagu awlba way u horan jireen oo sabti iyo axad unbay la eegan jireen marka iyagu maaha waddankii oo waa dad dibad jooga iyagu waqtigoodii caadiga ahaa siday doonayeen marabadan hala sugaan ama sabti hala sugaan ama axad iyagu danahoodii kale xukumayay waynu kala duruuftu weyn laakiin kana waa waddankii dee lahaa maalinta waddanka gudihiisa wax ka dhaca baa muhiima dabadda ma marka waxaa laga waddanka maalinta ha lagu faraadayba oo ha lagu miday 18 kii 18 kii ha lagu miday
dadka kale waxay ku beegi ku beegmaya wataa jamacaba ku beegmaysa sanadkii horeeyay sabtidano ay isugu iman kareeyeen weekendka wey yaan laga tegin baan leeyahay iyaguna ha ku dadaalaan inay maalinta aqabsadaan laakiin horta waddanka muhiimadi inta ma aragno xafladaha la qabto iyadoo laga sheekeeyo waxa ay tahay taariikhdii halka ay kasoo jeedo sida ay ku baxday dhalinyarada badan ee maanta waddanka joogta dad 18 may weydiiso kuu dhaafa maayaan waa wadibadik mogaanti qaarkood garama maayaan ay tahay maanti kuu istaaga soomaaliya taas miyaan ay toosu bay way tahay taa iyo taarikhe kaloo badanba looma dhigo dadka dadkeenna waaweyn baana dayacay ama xukuumadda ku jira meel ku jiraan ama dadkii dee dadka u taliyay baa caruurta dayacay in loo sheego la baro waa dow tanuna ma ahee wax hore u soo jiray inaan dib u soo socotana ma aha marka taasi waa kugu raacsanay laakiin bar horta halkaa waynu gaaliya buu yidhi hadigii jiray tani maanta joogna waxa weye bal maalintayaan maalin kale lagu amahan waxa loo dabaaldegaya waa maalinta xuska maalinta wey xuska iidiin baa la yidhaa may 18-ka may maalintaasi ayay maalmo taariikho kale dhex gelin oo dee maalmo kale magac kale iyo dhex gelin maalinta aan ku heshiino inaynu sayidii ku celinna baan qabaa guddidana waan ku codsanayna please maan leena dib u fadhiista madaxweynihii dib ugula noqda dee halkaa arrinkaa talada talaha looga noqdo baan leena waa tahay aad ayuu mahadsan yahay cabdilaahi jaamac cismaan cabdilaahi gelchiri oo aan cawadkan ku wada faaqidaynay maalinta xuska qaranimada somalilan ee 18-ka may oo gudida qabanqaabada somalilan ay u soo rartay 15-ka may aad ayaad muhiim.